السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیگا ټول شپه نو خار کې محفل خیرات شو اوس می تاسو ته ځان رسو او د رمضان پورې زما هغه دوه مشقه محفل خیرات کې دا ما خو څه ویل نو هغه دې نه ولګو په تین تاریخ باندې چې هر څه کې راته خبر او د مردان د پنډې لوی یو کور را غوښتي د ریکارډینګ دی دا په تاسو کوم سپری ده دیو جی نے سب سوڑان دی ہمیشہ رو جا آرام پانے پیشے کی اور جیسا رو آئے تا پیشو جی تیرا وقت شروع شی دمہ پا تیرا وقت بار لے سیاں کر کاریاں کی امداغی دا پارے کوما اما تا بٹور متوجی کی نے دھالے ظلم پرے لے تیرا وقت چیتی شروع شی اندر دوران کے بخبر کی ہیں بخیر آلی اور دائر کن پرے لے دائر لگو ریکارڈنگ کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن والملائكة بعد ذلك ظهير إن ت
تتوب إلى الله فقصغت قلوبكما وإن والملائكة بعد ذلك ظهير ما شاء الله عسى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا عسي ربه كن أيوب دله أزواجا خيرا منكن مسلمات بارك الله وصوتك وجمالك مسلمات مؤمنات قانتات تائبات
تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.